استهداف تراكس تابع للجيش العزي من قبل حاجز المصاصني ريف حماة الشمال بصاروخ كونكورس 6/3/2016. حسبنا الله ونعم الوكيل. جيش العزة على احدى نقاط الرباط في ريف حماة الشمالي تم اختراق الهدنة من قبل النظام. الله اكبر والعزة لله. استهداف تراكس مجنزر لجيش العزي اثناء قيامه بالتدشيم والتحصين في ريف حماة الشمالي من قبل حاجز المصاصين بصاروخ كورنيت. حسبنا الله ونعم الوكيل.